الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا حمدا الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا الحمد لله أولا وآخرا الحمد لله قديما وحديثا الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تشكر وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد أنت الأول ليس قبلك شيء ولك الحمد أنت الآخر ليس بعدك شيء ولك الحمد أنت الظاهر ليس فوقك شيء ولك الحمد أنت الباطن ليس دونك شيء لك الحمد يا ربنا لك الحمد يا خالقنا لك الحمد يا مولانا لك الحمد يا إلهنا يا الله لك الحمد عدد خلقك لك الحمد زنة عرشك لك الحمد رضا نفسك لك الحمد مداد كلماتك لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت بديع السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تنعم كثيرا لك الحمد يا ربنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لك الحمد يا ربنا أنت رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الخلق من تراب مجري السهاب عالم الغيب والشهادة العزيز الوهاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير لك الحمد يا ربنا لك الحمد يا إلهنا اللهم صل وسلم على عبدك محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
مجيد. قل صدق الله، قل صدق الله، قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم. ونحن على ما قال ربنا وقالقنا من الشاهدين الشاكرين. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، اللهم تقبل منا ختم القرآن، تقبل منا ختم القرآن، تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان فيه من السهو والنسيان أو الزيادة والنقصان أو التحريف أو إظهار بغير بيان أو إدغام بغير مضغم، فتقبله منا على التمام والكمال. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وهدى ورحمة، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوالنا، واشرح صدورنا، وبارك لنا في سعينا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيها عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل خير أعمارنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا عزيز يا غفور. اللهم نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك خير الدعاء، وخير المسألة، وخير النجاة، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. وثقل موازيننا، واغفر لنا خطايانا يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم حاسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم ربنا حضرنا ختم كتابك، اللهم ربنا حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايا أنا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا
أسرع الحاسبين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة شفيعا وبيننا وبين النار والناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل كلنا نورا يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اكتب لنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثناء وبالجيم جبالة وبالحاء حكمة وبالخاء خلانة وبالداي دنانة وبالذال زكاء وبالتاء طهاء وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرة وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأراضين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الشكر على ما أعطيت ولك الحمد على ما قدمت. نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفور يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. اللهم يا الله نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات الفردوس يا ذا الجلال والإكرام.
يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن لهمومنا جلاء، ولأحزاننا جلاء، ولأسقامنا شفاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك من يفجرك، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحقا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، ادفع عنا البلاء، ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والزلازل والزنا والمحن وسوء الفتن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام والقرآن قائمين، واحفظنا بالإسلام والقرآن قاعدين، واحفظنا بالإسلام والقرآن راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا صالحا متقبلا، ولسانا ذاكرا شاكرا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل تفرقنا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يقبل، ومن عين لا تدمع، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أسرع الحاسبين، يا إله الأولين والآخرين، يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لإخواننا المسلمين، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين،
المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا مولانا يا خالقنا يا إلهنا، طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وبطوننا من الربا، وفروجنا من الزنا، وفروجنا من الزنا، وفروجنا من الزنا، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا يا ربنا غير مفتونين. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أسرع الحاسبين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الخير من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن الرحيم. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازيهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وأصدقاءنا وأحباءنا ومشايخنا
وكل من أحببناه فيك أو أحبنا فيك أو كل من وصانا بالدعاء له، فوفقهم أجمعين وارحمهم أجمعين. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا يوم تقبض أرواحنا، ارحمنا إذا جاءتنا سكرات الموت، اللهم هون علينا السكرة، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك، وارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك. اللهم ارحمنا حتى إلى الجنة، اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا قوي يا متين، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المستضعفين في كل مكان. اللهم أعلي كلمة الحق والدين، اللهم قل الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أحوالنا واشرح صدورنا، وخذ بنواصينا أجمعين للبر والتقوى، وإلى ما فيه صلاحنا وصلاح الإسلام والمسلمين والعباد والبلاد. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا جواد يا كريم، يا سميع يا بصير، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا رحمن الرحيم تب علينا يا تواب، تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا فإنك الرحمن الرحيم، واغفر لنا فإنك الغفور الرحيم، وامنن علينا فإنك المنان يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت إلهنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا إلهنا يا خالقنا، يا إلهنا الذي كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون، وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. يا الله رفعنا أكف الضر إليك، اللهم رفعنا الأيدي إليك، ونحن نعترف بذنوبنا، نعترف بخطايانا، نعترف بسيئاتنا، لكنك الرحمن، لكنك الرحيم، لكنك الرؤوف، لكنك اللطيف،
لكنك الودود، أنت ترحم العصاة، فما بالك بالموحدين. اللهم ترحم العصاة، فما بالك بالموحدين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، نعترف بذنوبنا ونعترف بخطايانا ونعترف بسيئاتنا ونعترف بذنوبنا، فإنك أنت الرحمن، نتضرع إليك فاغفر لنا، لا تخيب رجاءنا، فأنت رجاؤنا، فأنت ملجأنا، فأنت ربنا، فلا رب لنا سواك، فإن طردتنا فمن ذا الذي ندعوه. اللهم أجب دعاءنا يا رب، اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل دعاءنا وتقبل سجودنا. اللهم نعترف حقا أننا مذنبون، لكنك الرحمن الرحيم، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا فإنك الغفور الرحيم. اللهم لا إله إلا أنت، ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عليك بالطغاة الظلمة الذين يعتدون على دينك وعلى أهل الملة، فارفع راية الإسلام في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إن الطغاة ظلموا وأسرفوا في الطغيان وبغوا ولم يدروا أنك القوي المتين، فأرنا فيهم عجائب قدرتك. أرحم إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، فإنك أنت الله، أنت الله البر الرحيم، أنت الله اللطيف الودود، أنت الله الخبير البصير، أنت الله السميع البصير، أنت الله الغفور الرحيم، أنت الله الرحمن الرحيم، أنت الله القابض الباسط، أنت الله الرافع الخافض، أنت الله المذل المعز، أنت الله. نسألك بأنك أنت الله يا الله، أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت الملك يا الله، أنت المؤمن يا الله، أنت المهيمن يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت الجبار يا الله، أنت المتكبر يا الله، أنت الخالق يا الله، أنت البارئ يا الله، أنت المصور يا الله، أنت القوي يا الله، أنت المتين يا الله، أنت المغيث يا الله، أنت المقيت يا الله، أنت الستار يا الله، أنت الوهاب يا الله، أنت الرزاق يا الله، أنت العليم يا الله، أنت القادر يا الله، أنت القدير يا الله، أنت المقدر
المقتدر يا الله، أنت الغافر يا الله، أنت الغفور يا الله، أنت الشكور يا الله، أنت المعطي يا الله، أنت المانع يا الله، أنت المنتقم يا الله. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله، جئناك مذنبين فاغفر لنا، جئناك مهمومين ففرج عنا، جئناك راجين فأعطنا، جئناك سائلين فأعطنا. لا تحرمنا بسبب ذنوبنا، ولا تحرمنا بسبب خطايانا، ولا تحرمنا بسبب سيئاتنا. اللهم أصلح أزواجنا، وأصلح زوجاتنا، وأصلح بناتنا، وأصلح أحفادنا، وأصلح شباب المسلمين، وأصلح مشايخ المسلمين، وبارك في أعمالنا، وبارك في أعمارنا، وبارك في علمائنا، وبارك في أصدقائنا، وبارك فينا أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، وأزمنة مديدة، وأزمنة مديدة، وجعلنا من أتقائك فيه من النار، وجعلنا من أتقائك فيه من النار، وجعلنا من أتقائك فيه من النار. اللهم وفق كل من وصانا بالدعاء له، اللهم وفق كل من وصانا بالدعاء له، اللهم وفق كل من وصانا بالدعاء له. اللهم فرج همه، ونفس كربه، وقض دينه، واشف مرضه، وقض حاجته، ويسر له أمره، وقض له كل ما يريد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء، ومنك الإجابة، ومنك الإجابة. فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، فلا رب لنا سواك، ولا مجيب لنا غيرك. أنت ربنا، أنت ربنا، فأجب دعاءنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.